على بركة الله مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، لا زالت تستمر الأشواط شوطا تلو شوط. نسير مع شوطنا السابع في المجموع، والشوط السابع مخصص للقعدان المحليات الأصايل. على البركة نسير مع البداية، ونسير مع اللي يستفتح إذاعتي هذا الشوط، نسير مع اللي يستفتح الإذاعة كذلك الأبيض محمد بن سعيد بالمرية الاكتبي من يستفتح إذاعتي هذا المسار. وفي ثاني المراكز الوصول من زعفران أحمد بن سالم بن تعيب بن مبارك الاكتبي من يتواجد في ثاني المراكز. ثالث المراكز شعار الصعب من يعلن التواجد مع الحذر سعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي من يتواجد في ثالث المراكز. رابع الوصول تابع اللي وصل، وصل كذلك من غذ محمد بن ناصر بالقصيلي المنصوري من يتواجد في رابع المراكز. خامس الوصول، خامس المراكز العابر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف من يعلن حضور العابر في خامس المراكز. وسادس المراكز كذلك الوصول من منغذ محمد بن ناصر بالقصيلي المنصوري من يتواجد في سابع المراكز. هكذا أيها الحفل الكريم، أيها المشاهدين الأعزاء، أعلن النداء الأول، ومن هنا تحول إلى البداية والمقدمة من يقدم هذا الحضور على بداية هذا المسار. كذلك من يسيطر الموج، الموج من يسيطر على بداية هذا الشوط، الموج على المقدمة والصدارة. الموج نايد بن مسلم بن زفنة العامري من يسيطر على بداية هذا المسار. من غير على الانطلاق الأول، من يقود البداية. ثاني المراكز كذلك الوصول، الوصول من زعفران أحمد بن سالم بن تعيب بن مبارك الاكتبي من يتواجد في ثانية المراكز. ثالث المراكز شعار الصعب الحذر يتواجد سعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي من وصل في ثالث المراكز. رابع الوصول كذلك الابيض واصل محمد بن سعيد بالمري المري الاكتبي من وصل في رابع المراكز. خامس المراكز شعار بن زيتون يقدم لنا العابر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف من يتواجد في خامس المراكز. سادس المراكز كذلك الوصول من ربدان سعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي من وصل في سادس المراكز. هكذا أيها الحفل الكريم، أيها المشاهدين الأعزاء، أعلن النداء الأول، ونعود مع البداية، نعود مع الموج. الموج من يسيطر على المقدمة والصدارة نايد بن مسلم، نايد بن مسلم اللي يقدم لنا الموج. نايد بن مسلم بالزفنة العامري من يسيطر على بداية هذا المسار، من يغود السرب الأول مع الانطلاق الأول. وثاني المراكز كذلك الحذر شعار بن مرخان من يقدم هذا الحضور. شعار الصعب، الصعب في ركابة صعايب من يقدم الحذر سعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان يتواجد بهذا الاسم. غير إلى البداية والصدارة. وكذلك الوصول من زعفران اللي واصل أحمد بن سالم بن تعيب بن مبارك الاكتبي من يتواجد بهذا المسار. الوصول من اللي من غذ وصل محمد بن ناصر بالقصيلي المنصوري من يتواجد في رابع الوصول. كذلك العابر، العابر العابر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يعلن حضور العابر في خامس المراكز. سادس المراكز كذلك
كذلك الأبيض محمد بن سعيد بالمرية الاكتبي من يتواجد بهذا الحضور. وصل شعار بن مرخان يعلن تواجد ربدان سعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان من يتواجد بهذا المسار. هكذا أيها الحفل الكريم أيها المشاهدين الأعزاء أعلن النداء وناخذ الأسماء والشعارات ونعود مع البداية، نعود مع المقدمة والصدارة، نعود مع اللي غير على البداية والمقدمة الحذر سعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان من يقدم هذا الحضور مع الحذر على الانطلاق الأول من يقود السرب هناك الحذر سعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان من يقدم لنا الحذر على بداية هذا المسار. هكذا أيها الحفل الكريم أيها المشاهدين الأعزاء حصل تغيير من قبل من غذا اللي غير على البداية والصدارة محمد بن ناصر بالقصيلي المنصوري من يقدم لنا منغذ على بداية هذا المسار من يستفتح الكيلومتر الأخير مع منغذ على البداية والصدارة محمد بن ناصر بالقصيلي المنصوري من يقدم هذا الحضور. كذلك ربدان في ثانية المراكز سعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان من يتواجد في ثانية المراكز ثالث الوصول. كذلك اللي واصل زعفران واصل في ثالث المراكز أحمد بن سالم بن تعيب بن مبارك المنصوري من يقدم بهذا المسار. ولكن نعود مع البداية، نعود مع المنصوري من يقود منذر على بداية هذا المسار من يقدم لنا منغذ على المقدمة والصدارة
محمد بن ناصر بالقصيلية المنصوري وشعار الصعب، شعار الصعب في ثاني المراكز يقدم ربدان، ربدان منغذ، ربدان منغذ والعابر في ثالث المراكز، ولكن نعود مع ربدان، ربدان ربدان على البداية بدأ صراع الجعدان ما بين الاثنين العابر وربدان، العابر وربدان بن زيتون وبن مرخان، وين بيروح السلام، وين بيروح السلام، غير العابر، غير العابر إلى البداية والصدارة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وكذلك ربدان، ربدان وين الشوط، نحولها إلى لجنة التحكيم ثاني أو ثالث المراكز، وصل فيه منغذ محمد بن ناصر بالقصيلي المنصوري. تهانينا والناموس للعابر محمد بن عتيق بالزيتون المهيري من انتزاع هذا الشوط ثاني المراكز، وصل ربدان محمد، ربدان سعادة محمد وسلطان بن مطر بن مرخان ثالث المراكز، منقذ محمد بن ناصر بالقصيلي المنصوري. تهانينا والناموس على هذا التوقيت الزمني 10 دقائق و14 ثانية.